السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتعلم إزاي نشتغل على الـ GNS3. نتعلم الـ GNS3 Overview، الـ Overview الخاص بالـ GNS3 من الناحية النظرية، وكذلك تطبيق عملي بقى للجوانب النظرية الخاصة بالـ GNS3 through التطبيق بقى الايه العملي. هنتعلم الانستوليشن بتاع جي ان اس 3، ويعني ايه اللوكال سيرفر، يعني ايه الريموت سيرفر، يعني ايه جي ان اس 3 في ام. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده يا شباب عايزين نعرف الجي ان اس 3 بيقوم بايه. الجي ان اس 3 بيقوم بمحاكاه الاوبريتنج سيستمز الخاصه بالراوترات والسويتشات الخاصه بسيسكو. طبعا هو مش يقدر فقط يحكي لك الاجهزه بتاعه سيسكو بس، لا جونيبر اتش بي ممكن يعمل لك، يعني بيعمل لك من الاخر ايميوليشن للنتورك ديفايسز. احنا كنا قلنا المحاضره اللي فاتت ان الفي ام وير لما تيجي انت تجيب مثلا ايه كيسه كمبيوتر، فانت عندك طبقه الايه الهاردوير، تمام، وبعد كده طبقه الهاردوير بنحط فيها طبقه الايه الاوبريتنج سيستم، وبعد كده طبقه الاوبريتنج سيستم بنحط فيها ايه الهايبرفايزر اللي هو الخاص بالفي ام وير، اللي انت ثرو الهايبرفايزر ده كل هايبرفايزر انت بتكريته تقدر تكريته في ايه اوبريتنج سيستم ويندوز اكس بي ويندوز 8.1 ايا كان، تمام. الجي ان اس 3 برضه بيشتغل فوق طبقه الاوبريتنج سيستم ويكون لك طبقه هاردوير، تمام، بس مش زي الهايبرفايزر. الهايبرفايزر بيكون لك طبقه هاردوير تحاكي اي بنيه هاردوير لجهاز كمبيوتر، اما الجي ان اس 3 يقدر يعمل لك بنية هاردوير لراوترز او سويتشز، تمام، وممكن كمان فاير وول، وممكن كمان اي بي اس اي دي اس. واضح كده؟ يعني هو بيعمل لك، يقدر يعمل لك محاكاة لجهاز من الاربعه دول. طيب الطبقه اللي بيكريتها الجي ان اس 3 فور اوبريتنج سيستم، تعالوا مثلا نسميها جي ان اس هايبرفايزر، تمام كده، جي ان اس 3 هايبرفايزر، يعني اسم مستعار كده، يعني اسم ايه انا بسميه اي اسم افتراضي يعني، تمام. طيب احنا عايزين نفهم الجي ان اس 3 يا جماعه اما نزل، اوكي، قال لك ايه؟ قال لك ان انا هعمل لك ايميوليشن للراوتر بناء على انجن او هايبرفايزر اسمه الداينامبس، اسمه الايه الداينامبس. اها واضح كده. طيب كلام جميل، خلي بالك ان انت هفترض ان انت بتسطب الجي ان اس 3 على الجهاز بتاعك اللي هو الهوست، يعني لو مثلا واخد اي بي 192.168.1.20 مثلا سلاش 24. واضح كده، خلي بالكم من الحته دي. طيب الداينامابس بيتحمل فين، مكانه فين؟ الداينامابس مكانه على الهوست بتاعك. فانا اما اجي اسطب راوتر بقول للراوتر، بقول للجي ان اس 3 نزل الايمجايه الايمج، تمام كده، بتاعت الجي ان اس بتاعت الراوتر اللي هو مثلا سي 7200 اللي احنا هنشتغل عليه في الكورس بتاعنا، نزله على اللوكال سيرفر. ده اول بقى ايه بند عايزك تعرفه، لوكال سيرفر، يعني نزله على الداينامابس اللي موجود على اللوكال سيرفر اللي هو موجود على الهوست بتاعي، تمام. يعني الهوست بالنسبه للفي ام وير هو الجهاز اللي انت فاتحه، الجهاز الاوريدي الفيزيكال بتاعك، اما اللوكال سيرفر بالنسبه للجي ان اس 3 هو الجهاز برضه اللي انت فاتحه، تمام. فالداينامابس بينزل على اللوكال سيرفر اللي هو اقول له بقى ايه، نزله على اللوكال سيرفر الاي بي بتاعه 1.20/24/192.168.168.1.20/24. كلام جميل جدا. السويتش بينزل على ايميوليتر، تمام كده، اسمه الاي او يو اللي هو الاي او اس، اختصار اي او اس اون يونكس، تمام. طب الاي او يو ده ما بيتحملش فوق الايه الاوبريتنج سيستم بتاعك اللي هو ايه، مش فاهم يعني، مش مهندس يعني. من الاخر انت مثلا لو عندك 8.1، اوكي، ويندوز 8.1، انت ال 8.1 كيبابل ان هو يشغل الداينامابس، لكن الاي او يو ما اشتغلش بيزد على اوبريتنج سيستم ويندوز، لا لازم يشتغل اوبريتنج سيستم لينكس، تمام. فسيسكو راحت نزلت لك ايه، في ام مايا، في ام مايا، اوكي، اسمها اي او يو. واضح كده؟ طبعا الاسم الجديد بتاعها جي ان اس 3 في ام، بس خليكم معايا، اسمها الاي او يو، تمام، اي او يو في ام. فانت بتحمل الاي او يو في ام على الاوبريتنج سيستم اللي هو ال 8.1، اوكي، اها بحمل ايه الاي او يو اهو، اوكي، فوق مين، فوق الهايبرفايزر بتاع الفي ام وير.
واضح، وبتخليه بريدجت بحيث انه ياخد اي بي مثلا 192.168.1.21/24 حلو، وبروح للجي ان اس سي واقول له تمام الايميجايه بتاعت السويتش دي خليها تشتغل بيست على ايه، بيست على الاي او يو او الاسم بتاعه، بقى الاسم بتاعه الجي ان اس 3 في ام تمام، اسمه الجي ان اس 3 في ام واضح كده. طبعا هو ممكن اسمه اي او يو في ام كان يعني، او الجي ان اس 3 في ام هو نفس الكونسبت يا جماعه، لان الجي ان اس 3 اما نزل منه اصدار 1.x.x انا اسف 1.1.x و1.2.x و1.3.x تمام، يعني الاصدارات اللي هي 1.1.1 1.1.2 طب 1.2.1 1.2.2 دي كلها ايه فيرجنز نزلتها جي ان اس 3 تمام كده. كل الاصدارات دي كانت بتتعامل مع الاي او يو على اسمه كده، اسمه كده اي او يو في ام تمام، ولكن من اول اصدار 1.4.x تمام بقى اسمه جي ان اس 3 في ام واضح كده. طيب كلام جميل جدا. فالجي ان اس سي بي ام مثلا الاي بي بتاعه كام؟ 192.168.1.21/24. طيب فالسويتش بتاعك، فالسويتش بتاعك تمام، بقول للجي ان اس 3 الايمج بتاعت السويتش اعمل لها رن على ايه، على 192.168.1.21 اللي هو الاي بي بتاع جي ان اس سي بي ام، لان انا قلت لك ان انا الجي ان اس سي بي ام ده هخلي الكارت بتاعه بريجد، وبالتالي هياخد اي بي جوه السب نت الفيزيكال بتاعتي واضح كده، وبالتالي انا هعرف اتعامل معاه عادي جدا بقى. طيب في حاجه اسمها الريموت بقى، الريموت سيرفر. ايه هو الريموت سيرفر؟ انت افرض الريموت سيرفر اوكي تمام. ايه هو الريموت سيرفر؟ بصوا يا جماعه انا ممكن اخلي راوتر تمام يرن على الريموت لوكال سيرفر او ريموت جي ان اس سي في ام. يعني ايه؟ يعني مش شرط، احنا يا جماعه اللوكال سيرفر والجي ان سي في ام ده انكلودد جوه الهوست بتاعك صح، هو موجود جوه الجهاز بتاعك، لكن انا مثلا انا عندي في الشركه مثلا تمام، انا عندي مثلا لابتوب بتاعي مثلا على شكل كمبيوتر مثلا يعني تمام، متوصل بسويتش وعندي سيرفر اوكي، والسيرفر ده انا محمل عليه، يعني انا محمل على السيرفر ده جي ان اس 3 تمام 1.4.4 ومحمل عليه ايه، ومحمل عليه جي ان اس 3 في ام، والجي ان اس 3 في ام واخد اي بي والجي سي في ام ده واخد اي بي فيزيكال او واخد اي بي بريدجد جوه الشبكه بتاعتي تمام، اللي هو مثلا 192.168.1 هو واخد تقريبا عندي .1.4 اوكي، والسيرفر ذات نفسه الاي بي بتاعه .3 واضح. فانا ممكن احمل ايمج بتاعت راوتر على الجهاز واقول له اعمل له رن على مين، على الاي بي اللي هو 192.168.1.3 تمام، الداينامكس لانه الداينامكس متحمل على ويندوز سيرفر عندي تمام. طب كلام جميل، ممكن اقول له حمل السويتش على مين، او يعني اعمل رن الايمج بتاع السويتش على مين، على الريموت جي ان اس 3 في ام اللي هو 1.4. هو ليه سموه ريموت؟ لان هو مش موجود فيزيكلي على المكنه على الجهاز بتاعك، هو موجود كمكنه كجي ان اس 3 مثلا، موجود جي ان سي في ام موجود كمكنه على ريموت بي سي او على ريموت ايه، ريموت كلاينت واضح كده. وكذلك الريموت كلاينت بحد ذاته برضه هو يعتبر كلوكال سيرفر، فانا ممكن بمنتهى البساطه اصلا ما تعملش لود على الرام ولا البروسيسور بتاعك بان انت توصل جهاز مع في نفس الشبكه او في الشبكه بتاعتك، توصل جهاز كده وتحط عليه الجي ان اس 3 وتحط عليه جي ان اس في ام، وبعد كده تسطب جي ان اس 3 عندك في الهوست الجهاز بتاعك، وبعدين تخليه رن الراوترز والسويتشز والقصه دي كلها، كل الاجهزه دي تقدر تخليها ترن على الريموت بي سي، وبالتالي انت كده مش هتستهلك لا رام ولا بروسيسور من عندك، واضح ولا لا؟ طيب كلام جميل. الجي ان اس سي 1.4.x احنا اللي هو 1.4.4 اللي احنا نشتغل عليه مثلا، اكس دي يعني اعني بها متغير، يعني اما 1.4.0 الاكس دي ممكن تكون بزيرو او بواحد تمام، او باثنين او بثلاثه او ايا كان تمام. طيب انا كنت عايز اقول ايه، ال 1.4.x تمام، قال لك ان انا كمان انا ممكن الجي ان اس 3 في ام، ايه الفرق بينها وبين الاي او يو في ام اللي كانت مقدمه ككونسبت في 1.1 1.2 1.3، ان الاي او يو في ام ما تقدرش تسطب عليه الا اي او يو ايمجز بس اللي هي ايمجات السويتش بس واضح، لكن الراوتر كاي او اس لا داينامكس. اما الجي ان اس 3 في ام قال لك ايه، قال لك لا يا باشا تمام، ده انا ممكن الجي ان سي في ام ده اسطب عليه اي او اس بتاعت راوترز، ويعني واي او يو بتاعت سويتشز
فعمل لك كله باندل باندل يعني، تمام. الفاير وولز بتتسطب على ايه؟ على هايبرفايزر اسمه ايه؟ اسمه الكيمو، فوق طبقة الاوبريتنج سيستم الهوست بتاعتك اسمها الكيمو، الكيمو مثلا كيو بس كده، تحط عليها الايه الايمج بتاعت الايه الاي اس اي فاير وول دي. كانت برضو موجوده على اللوكال سيرفر بتاعك، يعني انا برضو بقول الايه الجين سي الكيمو دي بتتحمل على اللوكال هوست بتاعك، والجين سي بيعمل لها ريموت، بيعمل الفاير وول ران، وكذلك الاي بي اس اي دي اس ران على الكيمو، تمام، اللي هي متحملها مثلا على اللوكال سيرفر 1.20. قال لك الجين اس 3، قال لك انا في الجين اس 3 في ام بتاعتي المكنه بتاعتي تقدر كذلك تران عليها فاير وولز واي بي اس اي دي اس. فاصبح ان انت ممكن على فكره الجين اس 3 في ام تران عليه كل حاجه، كل الاجهزه. كان في 1.1.2 1.3 بس يعمل لك ران سويتشات، لكن الجديد بقى الجين اس 3 في ام اللي هو قدم ككونسبت جديد في ال 1.4.x، اصدارات 1.4.x، انت ممكن تسطب عليه الاربع اجهزه دول مره واحده، تمام. يعني اتمنى ان الايه الجزئيه دي تكون مفهومه، هيتضح كل هذه الامور بالشغل بتاعنا باذن الله، الشغل العملي بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا بقى نبدا، تمام. ادي يا شباب انا عندي الجي ان اس 3 اهو، تمام، وده جي ان اس 3 في ام، واضح كده. انا السيرفر بتاعي على فكره يا جماعه، السيرفر اللي انا شغال عليه ده سيرفر نازل على في ام وير عندي، يعني انا بصوا انا شغال على ريموت سيرفر، اوكي، ده الريموت سيرفر اللي انا شغال عليه، السيرفر اللي معايا في نفس الشبكه كفيزيكال، يعني لو سيرفر اتش بي الرام بتاعته 64 جيجا يقدر بقى اعمل عليه شغل اللابات بايه بسكيلابيلتي اعلى، تمام. وبعدين حطيت بقى ويندوز سيرفر على في ام وير هنا، اوكي، سطبته هنا. على فكره الويندوز سيرفر ده هنشتغل عليه اوريدي في اللاب بتاعنا، في البروجكت بتاعنا، اوكي. وبعدين الويندوز سيرفر ده اديت له كارت شبكه بريدجد، تمام، عشان ايه اقدر يعني هو بالتالي خد بقى ايه، طالما بريدجد خد اي بي جوه الشبكه بتاعتي اللي هو 1.21، تمام. يعني انا يعتبر كان السيرفر ده معايا في نفس الايه الشبكه، واخد اي بي فيها وايه الدنيا، تمام التمام. نسطب ال 1.4.4، اها، نكست نكست، تمام. الوين بي كاب ده الخاص بيه الكابتشرز بتاعت الباكتس، يعني بص الوين بي كاب بيقول لك ايه، وين بي كاب required by Dynamics to send or receive packets your Ethernet card. ده مسؤول عن ان هو بيسند ويرسيف الايه الباكتس في الايثرنت كاردز. يعني من الاخر بصوا يا جماعه، الويم بي كاب ده ليه يعني ايه حاجتين، هو المسؤول عن الفلو بتاعت الباكتس اللي بتمر من راوتر لراوتر، واللي بتمر من راوتر ل جي ان اس 3 ل في ام نت كارت، يعني في ام نت والقصه دي كلها. ده الواير شارك اللي احنا هنستعمله اكيد في الكابتشرز بتاعتنا، السولار وينز ده بيانالايز الكابتشر بتاعت الايه الواير شارك. تعالوا بقى نشتغل كده نيكست انستول بيك اب نيكست. طبعا الواير شارك بقى ايه، هاي داونلود الواير شارك، يور انترنت كونكشن سيمز تو نوت بي ميثود اور دروب اوت، بليز ريكونكت. في مشكله في الانترنت عندي ولا ايه؟ سي ام دي بينج، يعني في النت تمام التمام اهو، جوجل كوم، امال ايه القصه بقى؟ طيب تعالوا مثلا ايه المشكله بتاعت اللي هو المفترض يداونلود الواير شارك، بس المشكله دي حصلت معايا برضو مؤخرا كذا مره، مش عارف هل العيب من موقع جي ان اس 3 ولا ايه. فانا هغير ايه، انا كده كده لو لقيته ما بيحملش الايه الواير شارك، تمام، انا بقى هضطر ان انا اسطب الواير شارك ستاند الون، يعني من غير ما ايه ما اخلي جينيس سي هو اللي يعمله داونلود. اوكي اها عظيم، تمام. طيب اوكي ماشي ماشي. بصوا يا جماعه انا هعمل ايه، لا 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 انا عايز اعمل هقفل التسطيب من هنا، اوكي، اتاكد بس ايه الجي ان اس 3 مش موجود في البروسيس، عظيم. ممكن نحل القصه دي بان انا يعني نعمل محاوله كده، يعني انا ايه بفكر معاكم، اوكي، فتحت رن از ادمنستريتور تايم، اها في كاب، اوكي نيكست، تمام، نفس القصه، ماشي كنسل،
اوكي بصوا، يعني هو المشكلة فعلا في ورا الشركة بس، لأن هو السولار وينز بيحمل عادي جدا. ماشي، عقبال بقى ايه ما السولار ويند يحمل، تعالوا نعمل كده ايه، ندخل على انترنت اكسبلورر ونحمل اخر نسخة للواير شارك. don't use. اوكي عظيم، بعد كده نخش جوجل دوت كوم. اوكي عظيم، بعدين هعمل داونلود. السيرفر بس بطيء معايا شوية، مع اني مديله رامة، مديله رامة 8 جيجا الفي ام وير الفيرشن ماشين دي. حاول بس نقفل شوية ويندوز كده من اللي مفتوحة من تحت. طب انا ممكن اخش على الجوجل كروم عندي من الفيزيكال. تمام، السيرفر ذات نفسه بقى مش الفي ام، عشان ايه نسرع العملية شوية. هعمل ايه، داونلود واير شارك. نزل بقى ايه اخر نسخة. طبعا الواير شارك ده سوفت فري سوفت وير، ويندوز انستول 64 ماشي. خليه بس يحمل ايه على الديسك، على الديسك توب، عشان بدل ما اروح له بقى. اوكي خلوا بالكم بقى ان الايه، هو حمل السولار وينز دلوقتي الجي ان اس 3 ودلوقتي بيكمل. تمام، هو كده بيقول لي كليك تو انستول سولار وينز اكواير مايكروسوفت نت فريم ورك. اوكي ماشي، سطب النت فريم ورك. المفترض ان ايه النت فريم ورك يكون نازل مع الويندوز بتاعك اصلا، كده كده انت المفترض هتسطب الجي ان اس 3 على الويندوز بتاعك اللي على اللابتوب مثلا اللي عندك او البي سي اللي عندك. المفترض ان النت فريم ورك يكون نازل معاك، لان في برامج كتير بتحتاجه. اوكي بس انا بس عشان بشتغل على ويندوز سيرفر خام انا لسه مسطبه، فالايه هو بيقول لي بقى انا طالب عايز انزل نت فريم ورك. تعال نشوف كده الداونلود بتاع الايه الواير شارك، فاضل له اهو 22 ثانيه. ادي الجي ان اس 3 بيكمل تحميل اهو. عظيم، تمام، نيكست، نو، نيكست، ستارت، نعمل عليها ان تشيك كده فينش. اوكي وادي اهو الجي ان اس 3 نزل عندي اهو. عظيم جدا. طيب فاضل بقى ان احنا نعمل نشتغل على الجي ان اس 3 في ام. ده الجي ان اس 3 في ام عندي. اوكي انت بتنزله في يعني كملف في في ام وير عادي جدا وتسطبه. يعني هو بينزل معاك ك اهو، هو تقريبا هو ده ملف الجي ان اس 3 في ام عادي جدا بينزل اهو معاك. اوكي بتنزله من موقع الجي ان اس 3، وبعدين انت بقى ايه بتفتحه كليكتين اهو، بعدين تعمل امبورت عليه. اعمل امبورت وكمل عادي جدا، مش هطلب منك اي اوبشن. يعني انا هفترض بقى انا خلاص بعد ما عملت الامبورت بتاعته بينزل عندك على الفي ام وير عندك. اوكي انا بس هنقل الشغل بتاعي ايه على اللابتوب عندي عشان بس يبقى ايه الدنيا سهله معايا. طيب انا هفتح الجي ان اس 3 في ام، بس قبل ما افتحه عايزك هتلاقي طبعا عندك كارتين شبكه، نتورك ادابتر 1 ونتورك ادابتر 2. اوكي الغي كارت منهم. اوكي وخلي الكارت يعني خلي كارت واحد بس عندك وخليه بريدجد، والرام على حسب بقى الايه. يعني انا شايف الرام لما تكون 4 جيجا والبروسيسور مثلا 2 و2 تمام، الدنيا هتبقى معاك لذيذه، هتقدر تعمل عليه عدد كويس من الراوترات والايه والسويتشات لو انت هتخصت عليه راوترات وسويتشات. طيب هعمل له باور اون.
الفيرتشوال ماشين، هعمل باور اون ليها شغلها اهو، فتح اهو. طبعا هو بيقول لك ايه جينيس 3 فيرجن 1.4.4، بيقول لك يوز ميت 1.16 تو كونفيجر الريموت سيرفر ان جي ان اس 3. تمام، هدوس هنا اوكي. انا محتاجك تثبت الاي بي بتاع الجينيس 3. هو خد الاي بي ده دي اتش سي بي دايناميك، يعني من الايه خدوا دايناميك من الدي اتش بي او الراوتر الموجود عندي هنا في الشبكه، لان هو معمول على وضعيه البريدج النيتورك ادابتر بتاعته، لكن انا عايز اثبت له اي بي. تمام، هكتب هفتح كده الشيل وافتح واكتب هنا اف كونفيج ايثرنت 0، لا ايثرنت 0، دوس انتر. خد هنا 1.16. انا الاي بي ده انا مديه له ستاتيك. طب انا ادي له ستاتيك ازاي اصلا؟ ان انا هكتب كده سودو اي تي سي نتورك انترفيسز. تمام ولا لا؟ اي تي سي نتورك انترفيسز، سودو طيب سودو نانو اوكي. لا تقريبا مش ده، سودو نانو اي تي سي نتورك انترفيسز. ايوه بالظبط كده اهو. بصوا يا جماعه، انا الاي فيس يعني انترفيس ايثرنت 0 انت هو كان مكتوب دي اتش سي بي اوكي، لا انا كتبته ستاتيك، وبعدين تحدد له الادرس والنت ماسك والجيت واي والنيم سيرفر اللي هو الجوجل. طبعا هنا كاتب لك الايه يعني ده مثال اللي هو اللي قدامك اللي هو ان كومن ديس لاين، اللي هي الحاجه اللي كاتب لك جنبها ايه هاشتاج، ده بيقول لك كمثال يعني تنظم الدنيا معاك ازاي. واضح؟ فانت تكتب الايه السطر ده والسطر ده والسطر ده والسطر ده والسطر ده، يعني من اول الاي فيس ادرس نت ماسك جيت واي دي ان اس نيم سيرفر. اعمل كده بوز للفيديو واعمل السطر ده بالظبط على الامر اللي انا قلته لك. تمام، وبعد كده دوس كنترول اكس وبعدين سي دوس واي ودوس انتر. واضح كده؟ كنترول اكس واي انتر بعد ما تكتب الايه الامر ده. وبعد كده راستر المكنه بتاعتك، وبعد كده راستر الايه المكنه بتاعتك عشان تاخد الاي بي اللي انت اديته لها بقى ايه ستاتيكلي كده، مش هتتغير بقى. تمام، انا هفتح جي ان اس 3 عندي اهو. تمام، افتح الايه الجي ان اس 3 عندي. عظيم، لو جبت كده اديت بريفرنسز اهو، هجيب سيرفر. اللوكال سيرفر عندي كام؟ 1.120، ده اللي هو الاي بي بتاع اللابتوب بتاعي اوكي، ده اللي هو ايه اللوكال سيرفر. واضح؟ لوكال جي ان اس 3 في ام هو معمول عليه تشيك، هو باي ديفولت معمول عليه تشيك، لكن انا هخليه ان تشيكت. تمام، وبعدين ريموت سيرفر اوكي. الريموت سيرفر عندي مين بقى؟ اللي هو اللي موجود على الجي ان اس 3 في ام اللي هو ده. واضح؟ هخليه 192.168.1.16، اكتب الايه الاي بي بتاعه. وبعدين يعني انا كده بصوا انا هعتبر كده ان انا هلغيه. بصوا يا جماعه، انا بس هرست كل حاجه عندي وكل الراوترز دي. تمام، هعملها كده ايه ديليت. واضح؟ عشان نفهم القصه تبدا كده ازاي. والاي او يو. تمام اهو، ده ديليت وده اوب ديليت. عظيم، تعالوا بقى ايه اللوكال جي ان اس اعمل عليه ان تشيكت ريموت سيرفر. هكتب الاي بي بتاع جي ان اس 3 في ام عندي. واضح؟ ادوس اد. عظيم، بعدين كده ادوس ابلاي، وبعدين اروح الى الداينامابس. تمام، الداينامابس بيقول لك ايه استعمل اللوكال سيرفر. اوكي، استعمل اللوكال سيرفر يا داينامابس. لو انا شلت عملت ان تشيكت هنا هيفهم ان انت هترفع الايمجز بتاعت الراوترز وهيعمل لها رن من الجي ان اس 3 في ام مش من اللوكال سيرفر. واضح؟ وبعدين اي او اس راوتر اهو، بيقول لي ايه رن اي او اس اون ريموت كمبيوتر ولا رن اي او اس اون يور لوكال كمبيوتر. الرن اي او اس ان ذا جي ان اس 3 في ام عندك هنا ايه ان تشيكت، يعني او جري ما تقدرش تختاره. فانا هختار رن اي او اس اون يور لوكال كمبيوتر، يعني هيران الاي او اس بيست على اللوكال كمبيوتر بتاعي. تمام، اختار مثلا سي 7200، ده مرفوع اوريدي موجود عندي، او ممكن اعمل نيو ايمج واختار من الايمجز بتاعتي دي، الايمجز بتاعت الراوترز اللي انا ايه هشتغل عليها. طب انا هاخد مثلا ايه سي 7200 اهو، بعد كده دوس نيكست. هتسميه ايه؟ انا ممكن اسميه سي 7200 او سي 7200 داش، ده على اللوكال. تمام كده اهو، ده على اللوكال
اوكي سيرفر عظيم. بعدين ادوس نيكست نيكست. وبعد كده السلوتس بقى اخليه تو فاست ايثرنت تو فاست ايثرنت تو فاست ايثرنت. وبعد كده مثلا اخلي ايه 8 تي، يعني في 8 بورت سيريال. ادوس نيكست. الايدل بي سي ايدل بي سي فايندر ادوس عليها. هيختار هو الايدل بي سي فايندر من الاخر، من غيره لو انت ما حددتش الايدل بي سي فالراوتر ممكن يستهلك البروسيسور بتاعك، ياكله يعمل ياكل اليوتيلايزيشن بتاعت السي بي يو. لو دوست على الايدل بي سي فايندر هيشوف انسب واقل قيمه يقدر يستهلكها الراوتر من البروسيسور، تمام، ويثبت الراوتر عندها. فبالتالي انت بتستفاد ان انت الراوتر بتاعتك بترن في التوبولوجي بتاعتك، كل راوتر متحدد له قيمه اقصى كماكسيمم يقدر ياخدها من البروسيسور، وتكون اقل قيمه وانسب قيمه بالنسبه له، تمام. وبالتالي التوبولوجي بتاعتك ما تحملش على البروسيسور بتاعك اهو، تمام، فينش، عظيم. طب انا حملته على اللوكال سيرفر اللوكال، طب لو عايز احمله اخلي الاي او اس دي ترن من الجي ان اس 3 في ام هعمل ايه؟ تعالوا كده يس نجيب نيو، وبعد كده ران اس اون ريموت كمبيوتر اوكي، وبعدين احدد الجي ان اس سيرفر بتاعي الاي بي بتاعه، تمام. الجي ان اس 3 مرفوع عليه سي 7200، لو انا عايز ارفع عليه مثلا اي ايمج جايه ثانيه مثلا 2691 كده المفترض هيعمل لها ابلودنج، عظيم، تمام، اهو عظيم جدا، تمام. طيب هضيفها نيكست اوكي اسمه كده، طيب سي 2691 ريموت اوكي جي ان اس 3 سيرفر، عظيم. نيكست نيكست اها فاست ايثرنت مثلا نسيبها زي ما هي. وبعد كده الويك بتاعته نضيف له مثلا 2 تي هنا 2 تي، تمام. وبعدين اي دبليو سي فايندر خليه يحسب كومبيوتنج اي دبليو سي فاليوز يعني انا كده وريتك ازاي الراوتر الاي او اس بتاعته اعملها ران على اللوكال سيرفر اللي عندي الداينامكس الموجود على اللابتوب عندي، ومره تانية على الايه الجي ان اس 3 في ام، يعني هيران على الجي ان اس 3 في ام هنا اهو. بيقول لي اي دي بي سي فاليو واكس يعني القيمه دي ديسيمال 60 9 اف 41 44 سبين باوند سوتابل فور يور اي او اس ايمج. بعد كده فينش. يبقى ده هيران على مين؟ على 192.168.16 ثرو بورت 8000، عظيم عظيم جدا الكلام ده. دوس هنا ابلاي، حلو كده ضفت الراوترين، حلو. تعال بقى على الاي او اس يونكس اللي هي سويتشات الاي او يو بقى. اول حاجه انا عايز احمل الاي او يو ار سي اللي هو اللايسنس، تمام، حدده من هنا موجود عندي هنا تولز اي او يو اللي هنا هنا هو ده اللايسنس، تمام. وبعدين اروح الاي او يو ديفايسز اجيب نيو، تمام، ران ذا اي او يو اون ريموت كمبيوترز، عظيم. لود بالانس اكروس اول افيلبل، لا انا عايز ايه يشتغل على 1.16. لو انت دوست اللود بالانس في حاله ان انت مثلا ممكن تضيف سيرفرين عندك في الريموت سيرفر 1.16 1.17 مثلا وتعمل لود بالانس، وبتحدد مثلا لود بالانس بيسد اون رام، يعني مثلا لو هو اول سويتش هتضيفه تمام هيشتغل على 1.16، تاني سويتش على 1.16 لحد ما ايه لو حس بلود على الرام بتاعت ال 1.16، رابع سويتش مثلا هتضيفه هي ايه هيخليه على 1.17 وهكذا. طب انا مش عايز اعمل لود بالانس، ما عنديش غير سيرفر واحد بس. نكست، تمام. نيو ايمج مثلا، احمل الايمج مثلا اهو ايمج تولز اها اي او يو، دي كلها ايمجات مثلا، احمل ايه ال 1 اي مثلا دي يعمل لها ابلود اهو، عظيمه اهي اترفعت اهي. وممكن اديلها النيم بتاعها سويتش داش 1 مثلا اوكي، وبعد كده ادوس فينش كده اتضاف عندي وشغال على 1.16. بص القصه بقى هنا، الجي ان اس 3 يا جماعه بيقول لك ان الريموت سيرفر اوكي هو سيرفر، بيفترض ان هو سيرفر مش موجود على اللوكال سيرفر عندك، لكن انا في الحقيقه ان ال1.16 واخده في ام 100 موجوده اوريدي متسطبه على اللوكال سيرفر بتاعي. طب هو يعني ايه اللوكال جي ان اس سي في ام؟ افرض ان انت مش عايز تحدد اللوكال مش عايز تحدد الجي ان اس سي في ام ده، تمام، كاي بي، يعني اقول لكم يعني انا ممكن مثلا يا جماعه تمام اعمل كده ديليت
حلو، وبعدين اروح على اللوكال جي ان اس 3 في ام، كده الجي ان اس 3 هيتعامل مباشره مع الفي ام اي الموجود على الفي ام وير اوتوماتيكلي من غير ما انت تحدد اي بي ولا بتاع. اهو لو جيت دوست هنا اوكي، يعني بيقول لك مثلا الفيرتشواليزيشن سوفت وير انت مستخدمها ايه، في ام وير. تمام، فين بقى كل دي مكان عندي صح؟ هقول له بص المكان بتاع الجي ان اس 3 في ام هو ده. تمام عظيم، وبعد كده ادوس ابلاي، كده هيربط معاها بقى، هيربط مع المكنه. starting the GNS 3 VM، بيروح بقى يقرا الايه المكنه. عظيم، بصوا بقى يا جماعه الايه التركه دي. دلوقتي انا بقى عندي الراوتر اهو، ده راوتر 2691 مرفوع على الجي ان اس 3 في ام، ده راوتر مرفوع على اللوكال سيرفر. تمام، ده الاي او يو مرفوع على الجي ان اس 3 في ام. لو انا رحت للسيرفر اللي عندي، ده السيرفر موجود في الشبكه بتاعتي. تمام، الجي ان اس 3 في ام ده الاي بي بتاعه كام؟ تعالوا نبص كده، الاي بي بتاعه 1.4 صح؟ انا جيت اوف كونفيج ايثرنت 0، عايز اتاكد بس 1.4. عظيم، تخيلوا بقى ان انا ممكن اعمل حاجه لطيفه جدا بقى. لو انا رحت على اللاب عندي ورحت كتبت جبت كده ران سي ام دي بينج على 192.168.1.4، بيبنج عليه، بيبنج على جي ان اس في ام المرفوع على الريموت سيرفر بتاعي. يعني في سيرفر عندي الاي بي بتاعه كام اهو، 1.3، انا فاتحه ريموت، واضح كده عليه جي ان اس في ام. يعني انا ممكن اصلا ما اعملش جي ان اس في ام عندي على اللاب، انا ممكن اروح مثلا على الاي او يو مثلا واقول له ايه نيو، اوكي ران اي او يو اون ريموت كمبيوتر. بس قبل ما اعمل ده طبعا اروح على السيرفر واقول له ريموت سيرفر، اضيف سيرفر كمان 1.4. تمام، واشتغل على بورت 8000 على 1.4، ده عظيم جدا. طيب بس قبل ما ايه ما حد يعني ايه ما اعرفك الايه الجزئيه دي، تمام ممكن نرجع كده للايه هنا ممكن نعمل كده ايه او ارجع للجي ان اس 3 اللي عندي ده واعمل ريستارت. عظيم، قبل ما اعمل ريستارت هعلمك ازاي تعمل اوثنتيكيشن. يعني ايه اوثنتيكيشن؟ بصوا يا جماعه، انا 1.4 عندي الموجود على السيرفر الريموت اللي هو 1.3 اللي هو الاي بي بتاع 1.3. لازم اللي يخش يكتب اليوزر نيم ادمن الباسورد 123، اوكي، وبعدين ادوس انتر. كده ربط مع الايه، هيربط مع 1.4 1.6. طب انت هتقول لي يا باشمهندس ازاي اخلي الجي ان اس 3 في ام يقبل اوثنتيكيشن؟ تمام، يعني 1.16 اللي انا عملته ده انا ما عملتش ليه اوثنتيكيشن، لكن 1.4 لما جيت عملت له كونفيجريشن قلت له اللي يخش عليك لازم يدخل يوزر نيم وباسورد. تمام، وحددت اليوزر نيم والباسورد اهو من الجي ان اس 3. طب من البارت الثاني او من الجي ان اس 3 اخليه ازاي يفعل الاوثنتيكيشن؟ هقوم جايب سكيورتي كونفيجر اوثنتيكيشن اهو، enable GNS enable server authentication. تمام، واكتب هنا الاوثنتيكيشن مثلا، هنا عندي ادمن وادوس اوكي، الباسورد 123 وادوس انتر. عظيم، بس كده يعني كده. وبعدين اروح من الجي ان اس 3 ادخل انا اسف مش من هنا، اروح من الجي ان اس 3 وادخل الايه الاوثنتيكيشن بتاعي. انا عملته على 1.4 ودلوقتي عملت اوثنتيكيشن على 1.16. تمام، فانا 1.16 بقى ايه هلغيه كده وهضيف مره تانية وادخل هنا اليوزر نيم ادمن الباسورد 123 وبعد كده ادوس انتر. يعني بحاول العب معاك كده اوريك كذا فكره. اللود بالانس هنا يا اما رام يوسج ودي قلناها، او راوند روبن يعني اول سويتش هيرمي على 1.16 او على اول سيرفر معمول في الترتيب هنا. يعني اول سيرفر معمول في الترتيب 1.4، يعني في اول سويتش هيرمي على 1.4، ثاني سويتش على 1.16، ثالث سويتش على 1.4 وهكذا، ده راوند روبن. تمام، بس باي ديفولت مربوط على او مظبوط متظبط على الرام يوسج. اروح على الاي او يو، تمام، اضيف واحد بقى على 1.4. طبعا ده بقى ايه هشيله السويتش الاولاني، اضيف مره واحد على 1.4 ومره على 1.16، لان 1.16 انا لسه ضايفه مش هيشتغل لان انا عملت اوثنتيكيشن خلاص. فانا تمام انتوا فاهمين القصه دي، فانا هعيد اضافه ال 1.16 ده مره ثانيه. اوكي، بيقول لي ايرور وايل جيتنج مش عارف ايه. طيب روح كده على 1.16 اهو، ادمن تمام اهو، ديليت اوكي، ونضيفه مره تانية. ماشي، وبعد كده ندوس ابلاي. عظيم، وبعد كده نروح على اي او يو ديفايس اوكي 1.16 اها. عظيم،
نضيف هنا بقى ايه سويتش 1. ممكن نخلي مثلا انا عندي ايمج تانية اللي هي 15.1 بي، ادوس هنا انتر عظيم، اضيف مره واحد بقى على 1.4 اها سويتش 2 اوكي 1 اي مثلا الايمج دي، وادوس ابلاي اوكي عظيم. تعالوا بقى الراوتر اللوكال جي ان اس تي سيرفر اهو، اللوكال سيرفر اللي بيتحمل على اللوكال سيرفر. بص هنا بقى لو جيت بيقول لك ايه راوتر سيرفر رانز اون 192.168.1.120، ده اللي هو اللابتوب بتاعي اوكي كلام جميل. طب ال 26.91 تمام هنا بيقول لك ايه كانت كونكت في الكونسول هنا كانت كونكت ريموت سيرفر 1.16، دوس ديليت. عارفين ليه مش راضي يقبله 26.91؟ ليه مش لان 26.91 انا ضفته تمام، وبعدها رحت عملت ايه رحت عملت الاوثنتيكيشن 1.16، فانا برضو ده لازم ايه ارجعه كده اعمل نفس الكلام اسطبه مره ثانيه واحد هنا 1.16 عظيم اللي هو الادمن ات 192.168.1.16 مكان نيكست واضيفه اضيف بس هنا اعدل الاسم اخليه اهو ريموت جي ان اس 3 مثلا سيرفر مثلا يعني نيكست اها الايدل بي سي هذا الايدل بي سي اهو فينش ابلاي اوكي. تعالوا نجرب بقى نضيف الراوتر 26 ده اهو اشتغل اهو. بصوا بقى بيقول لك ايه سيرفرز ران سيرفر راوتر سيرفر رانز اون 192.168.1.16 يعني ده على 1.120 اللي هو اللوكال وده على الريموت عظيم. تعالوا بقى على السويتشات اهي سويتش 1 ده مثلا ده بيران على مين بيقول لك ده سويتش 1 ده ولا ايه ده ليه مش بيران ده نجيب بيه ده ستارت اوكي السويتش ده بيران على 1.16 عظيم. السويتش التاني بيران على 1.4 اهو واضح قدامكم تمام. ده انا كده ايه عرفتك ازاي اشغل اسطب الجي ان اس 3 واعرفك امتى اخوست ده على ده والقصه دي كلها. يعني الراوتر مره عملت له على اللوكال سيرفر مره على الريموت سيرفر، الاي او يو مره على اللوكال سيرفر مره على الريموت سيرفر وهكذا عظيم. دلوقتي بقى انا ايه هعمل كده باور اون باور اوف تمام، وبعدين ايه اشيل القصه دي كلها تمام. تعالوا بقى نعمل تجربة صغيرة كده حلو. لو انا عندي مثلا بي سي 1 اهو انا عايز اوصل بي سي 1 على راوتر اوكي. يعني مثلا بصوا انا عندي بقى هنا راوتر تعالوا الراوتر 26.91 اهو، وبعدين هاخد السويتش تمام. ملاحظين بصوا يا جماعة السيرفر سامري هنا بيقول لك ان اللوكال سي بي يو اللوكال سيرفر سي بي يو 10% الرام 59% بعد كده ده ريموت سيرفر بيجيب لك اليوتيلايزيشن يعني تمام قد ايه من البروسيسور وقد ايه من الرام. اوصل الراجل ده بالراجل ده تمام، وبعدين عايز اخلي بي سي 1 اوصله على الشبكه دي هعمل ايه؟ هقوم جايب هوست ودراج اند دروب كده عظيم، وبعدين الهوست ده اقوم موصله اشوف هو على في ميت كام، او ممكن اقول مثلا انا هوصل ده على في ميت 4 تمام. ما ينفعش طبعا الايه الفي ام نت تتوصل مباشره على الايه الاي او يو سويتش، فانا لازم اخد كده ايثرنت سويتش. الايثرنت سويتش ده سويتش عادي من الجي ان اس 3 يعني مش سيسكو واضح. اي بي اي تمام انا عايزك يا سيدي تشتغل على 1.16 السويتش ده طيب. اقول لكم انا طبعا المشكله دي بس في الاخر هي ايه قصتها يعني هنا ادمن 16 هيشتغل اهو عظيم، لان انا رحت هنا في الايديت بريفرنس تمام بالداينامكس لازم ارجع اللوكال سيرفر دي مره ثانيه ده كده اوكي. لو انا جيت خدت كده سويتش ايثرنت اهو اهو هيرجع على 1.120 ويشتغل عادي جدا اهو تمام. المهم يعني هوصل 1.4 مثلا انا اوصلها 1.4 هنا ما ينفعش لان ده على 1.16 طيب
لازم الايثرنت سويتش يكون بيست على مين؟ على اللوكال سيرفر اللي هو 1.22 اي بي اللاب بتاعي. اه بيمنت 4 اه كده يوصل المفترض، ومن بورت 2 وصلها على ايثرنت 0/1 تمام. بعد كده ادوس انتر. عظيم في ميت 4 اهو. طيب بي سي 1 بي سي 1 على في ميت 3، لا اخليه على في ميت 4 واتاكد. اتاكد ان اروح كده للفيرتشوال نتورك اديتور، اتاكد في ميت 4 معموله هوست اونلي ودي اتش سي بي ديسيبلد اهو اهو، هوست اونلي فعلا دي اتش بي ديسيبلد عشان الجهاز ما ياخدش. انا عايز الجهاز ياخد اي بي من بول، هعملها على الراوتر. عظيم. افتح الراوتر اها conf t fast ethernet 0/0 IP address مثلا 10.0.0.1 اها no shut. وبعدين اعمل configuration DHCP pool LAN network 10.0.0/24 الديفولت 10.0.0.1 DNS 4.8.4.3.2 و exit IP DHCP exclude 10.0.0.1 ما تديش من اول 10.0.0.1 10.0.0.100. يعني المفترض الجهاز هياخد ايه اي بي، المفترض الجهاز هياخد اي بي 101 المفترض. افتح كده باور اون هنا على بي سي داش 1. دي بقى التوبولوجي السيمبل اللي انا ايه بقى كريتها قدامك. يعني احنا بنحاول نجذر بقى اللي اتعلمناه في الفيم وير والجي ان اس سي ان احنا نقوم توبولوجي. نفتح الايه البي سي ماي نتورك بليسز بروبرتيز هو طبعا هنا واخد اي بي مانيوالي اصلا تمام. لا انا عايز ياخد اي بي دي اتش سي بي اها. عظيم عظيم. بص بقى هل هياخد فعلا اي بي ولا لا. المفترض ياخد 101 من الراوتر 10.0.0.101. اهو فعلا خد اي بي 10.0.0.101 ديتيلز، يقول لك ان انا خدت من الدي اتش بي سيرفر اللي هو 10.0.0.1. واضح جدا الكلام ده. عظيم. الكلام ده بناخده ليه؟ لان في التوبولوجي عندنا اللي احنا هنشتغل عليها، انا عندي مثلا هنا جهاز الاي تي، جهاز الاي تي مثلا هنا واخد في ام نت 13، عندي جهاز السيل في ام نت 14، في ام نت 15. طبعا الموضح عندك يعني انا بقول عشان تشغل التوبولوجي دي تمام عايزك تعمل 19 في ام نت تمام، وهتفتح الايه الفايل بتاع البروجكت واضح وتبدا تشتغل تمام التمام. بس هنا في جزئيه، لو انت هتفتح الفايل بتاع البروجكت تمام متطلب منك شويه اجزاء. ايه هم انا دلوقتي مثلا اديتك ملف البروجكت اهو تمام، وده هيكون مرفوع مع الماتيريال تمام. عايزك تدوس كليك يمين او تعالوا بس ايه تقريبا هو ده ولا واحد تاني وركشوب لا طيب هنا بروجكت تمام. كليك يمين ايه ده جي ان اس 3 كونفيجريشن فايل، تنزل تحت هتخلي هتعدل السيرفر عندك هنا ده اللوكال سيرفر، هتحط اللوكال سيرفر بتاع الجهاز بتاعك اللي هو الاي بي بتاع اللابتوب بتاعك اللي انت هتشتغل من عليه تمام. وهنا هتعمل جي ان اس 3 في ام وتدي الاي بي بتاعه 1.4 بالطريقه اللي قلتها لك. خلي الجي ان اس في ام ياخد الاي بي عندك 1.4 تمام، واليوزر خليه هنا ادمن اهو، اليوزر بالاوثنتيكيشن خليه هنا ادمن تمام. وبعدين ايه اطلع اعمل سيف اوكي. وقبل ما تفتح البروجكت هتلاقي عندك لو جينا فتحنا كده الايه من اللابتوب عندي تمام انترنت اكسبلورر اوكي اتش تي تي بي، افتح صفحه ال 1.4 اللي انا قلت لك اعملها عندك اوكي دس انتر افتحها على بورت 80 8000 ولا ايه بورت 8000 اوكي. هيطلب منك ايه الكريدنشلز بتاعتك ادمن الباسورد 123 خليه ريمبر اوكي باك اب لا مش باك اب هات ابلود تمام.
الفايل تايب ارفع بروجكت باك ابس. تمام انا مديك هنا ده موجود تقريبا في الورك شوب هنا بروجكت بروجكت فايلز لا مش ده هو ده تمام ده الملف اللي هو هيكون عندك المفترض يعني في الماتيريال بتاعتك هتلاقي فايل اسمه projects dot tar تمام فانت هتفتح الصفحة وهتعمل browse اوكي وهترفع ملفات المشروع عندك تمام هترفع ايه ملفات المشروع عندك بعد كده نروح على project عظيم بعد كده projects dot tar وترفعه upload بقى وترفعه هنا اهو فايل الفايل تايب عندك اهو باك اب بروجكت وتعمل بقى ايه ابلود عظيم جدا فده القصه عشان البروجكت يشتغل عندك عظيم كلام جميل طبعا احنا برضو عندنا في البروجكت برضو الفي امز بتاعتنا اللي هنشتغل عليها مثلا السوفوس اهو الاي اس اي هنتعلم بقى المره الجايه المحاضره الجايه ان شاء الله ازاي نكونفيجر الاي اس اي فاير وول احنا مش هنشتغل اي اس اي فاير وول بيزد على الكيمو على جي ان اس 3 في ام لا احنا في في ام وير نسخه في ام وير اي اس اي فاير وول هتكون مرفوعه ليكم في الماتيريال بتاعه الكورس تمام هنتعلم ازاي نعمل لها كونفيجريشن وازاي نشغل الاي اس دي ام والقصه دي كلها فاحنا يعتبر كده ايه شرحنا جزئيات مهمه جدا في الفي ام وير والجي ان اس 3 انا اعتبر خلصت اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.